أعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي ومنحيه حللا من ضوء عيدي رددي أيتها الدنيا نشيدي. هذه كلمات الشاعر الكبير طلعت عبد الوهاب مأمون. رددي أيتها الدنيا نشيدي رددي أيتها الدنيا نشيدي رددي واعيدي واعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللا من ضوء عيدي رددي أيتها الدنيا نشيدي رددي أيتها الدنيا نشيدي الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين جميعا أحييكم تحية طيبة مباركة، وأنا فخور بكم جميعا وتواجدكم الآن أمام الشاشة التي ترونني فيها. أهنئكم بالعام الهجري الجديد وبمناسبة الثورة المجيدة في سبتمبر المجيد. أشكركم يا أخواني على متابعتكم لصفحتنا الرسمية هذه، وكل ما نتلقاه منكم نطلع عليه ما استطعنا، ونعتذر منكم من الردود، نعتذر من التقصير في الردود على كل ما يصل إلينا لظروفنا التي تعلمونها جميعا المرضية، وإن شاء الله نوافيكم دائما بآخر المستجدات على هذه الصفحة، ونراكم إن شاء الله.
بلا عداد أنت العظيم أبدا بلا عداد أنت العزيز سرمدا بلا عداد أنت العظيم أبدا بلا عداد يا من تعالى وانفرد من تعالى وانفرد يا حاكما على الحدوث والقدم يا قابضا على النواصي والهمم يا حاكما على الحدوث والقدم يا قابضا على النواصي والهمم قاصما من استهان واستبان يا قاصما من استهان واستبان فاقتنا قديرة حاجتنا كثيرة فاقتنا قديرة حاجتنا كثيرة إن شئت حليت العقد مطلوبنا مدد مدد إن شئت حليت العقد مطلوبنا مدد مدد أطمئنكم كثيرا على صحتي الحمد لله أنا في خير والحمد لله الواحد سنة الحياة ساعة يتعب وساعة يشفى هكذا فحاليا أشاهد الكثير من التعليقات على الصفحة وأنا أشكركم جميعا على هذا التفاعل والردود منكم على ذلك متمنيا لكم ولنا جميعا وللوطن الحبيب الأمن والسلام والاستقرار يا رب لا أنسى أن أذكركم في الأخير بهذه الصفحة التي تحمل اسمي وبقية مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب والتليجرام
وتويتر، والتي ننشرها دائما في هذه الصفحة. أشكركم جميعا وتقبلوا تحياتي، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلالنا رمز السلام، رمز المحبة والوئام. هلالنا رمز السلام، رمز المحبة والوئام، رمز التضامن والنظام والبر بالإنسان. يا شعارنا إنسانية. هلالنا رمز السلام، رمز المحبة والوئام. هلالنا رمز السلام، رمز المحبة والوئام، رمز التضامن والنظام والبر بالإنسان. يا شعارنا إنسانية. رمز المحبة والوئام. مقطع زغير.